يعني كل ما بتذكرهم انا ما بعرف. ما عم يطلعوا من خيالي. انا بماجد البشوش كنا عم نقاوم بالغوطة عن البلد طبعا. ايه والطيران بهالجو عم يلحش براميل، صوبت ببرميل واستشهدوا الاولاد، 6 اولاد وامهم. عندي ماجد، امجد، عمران. عندي سيدرا، يا حنين. وينهم هلا؟ استشهدوا. وقت قدم الجيش عم برجع انا لجنب التربه تبع سابا. كانوا مستشهدين، كانوا بالارض ملحوشين، 6 اولاد وامهم. بس انا لما انصوبت ما في مجال ام اقدم عليهم، مكرسوه. يعني هاي رجلي البترت، العظم كله رايح، مفتوحه طاقه. ما في عزم تقوم تصل لعندهم. يعني عم بطلع فينا انا ما في عزم. وما في حدا بالطريق. يعني ما في حدا انه يقدم يأسعفك او يأسعفهم او ما ابدا. ما في طيران بالجو. ونازل لحش براميل يلا. بس هون الحمد لله بعفرين ما في مين يرد بنوب، ولا في مين يعتني، ولا في مين يسمع. نطلع تركيا ما احسن نطلع. مبترت رجلي. والتاني عطلانة ما مطولة الغرغرينة فيها. وكتفي انضرب. اي ما شغالة بنوب، بدها مفصل 2 3. ايه وما في مين يرد، يعني ما في مين يسمع. متصوب انا شي 17 18 اصابه، يعني ما جديده هاي. عرفت شو؟ جسمي مبخوش وعم بحمل باروده. كل ما اتصوب بحمل باروده. عم نحملها نحن ضد الظلم، ضد مشان شرفنا، مشان ارضنا. اما بتمنى ارجع اكون ماشي مشان ارد ارجع قاتل النظام باذن الله.